أستاذ عصام العطار مرحبا بك مرة ثانية في لندن وفي استوديو الحوار. شكرا ويعني أنا مسرور أن الله سبحانه وتعالى كتب لنا أن نلتقي ثانية وقد مررت بوعكة صحية الحمد لله ربنا يعافاك وربنا يعافيك ويقويك إن شاء الله. المرة الماضية التقينا كانت في عز حرب غزة إذا كنت تذكر. نعم نعم, نعم. وشرفتنا هنا و سجلنا معك او كانت كانت على الهواء مباشره في حينها عن اوضاع غزه اعان الله اهلها وفرج كربهم أمين أمين واعاننا ايضا الله على فهم قضايانا بعمق وعلى ان يكون لنا رؤى استراتيجيه في مواجهه هذه القضايا ولا تبقى اعمالنا ردود فعل وقتيه ولعله ينفسح في وقت من الاوقات المجال لحديث اوسع في هذا الموضوع. نعم ان شاء الله خاصه ان يؤخذ علينا نحن معشر العرب والمسلمين ان معظم تصرفاتنا هي بردود الفعل. نعم وليست عن دراسه وتمعن نعم. واستشراف. نعم. آه اليوم وفي هذه المراجعات التي نكمل فيها ما راجعناه معا من قبل نريد أن نتكلم عما لم يتسع المجال له في المراجعات السابقة ونبدأ من كلمات كلمات هذا الكتاب الذي صدر لكم الآن هو في مجلدين لو نبدأ فتخبرني وتخبر المشاهدين بقصة هذا الكتاب قصة هذه الكلمات بالشرط آه. أن تغفر لي ويغفر لي المشاهدون <applause> الله هو الغفار <من> عثرات <applause> الذاكرة وعثرات اللسان سيدي يغفر الله لنا ولكم <applause> فأنا بالفعل أتيت من فراش المرض بعد شهور من المرض الشديد الخطير فأنا بالفعل لا آمن على نفسي في هذه الجلسة عثرات الذاكرة وعثرات اللسان يعني اعتبرها جلسة غير رسمية <applause> ما يقال فيها لا يؤخذ أحد عليه وأنا ليس عندي إلا <applause> هذه الدردشة العفوية كلمات بالنسبة لي أخذت من خلال الزمن أشكال متعددة في مطالع حياتي في عهد الصبا الأول كان كثير من هذه الكلمات يأخذ صورة شعرية الإنسان في الصبا الأول في فوران النفس والفكر وقوة الحماس. لذلك كان كثير من الكلمات تظهر بشكل شعري على سبيل المثال طال المنام على الهوان فأين زمجرة الأسود واستنسرت عصب البغاسي ونحن في ذل العبيد قيد العبيد من الخنوع وليس من زرد الحديد فمتى نثور على القيود متى نثور على القيود الليل الطال وامتي لا تستفيق من الهجود همدت على الياس الشديد وصولة الباغ الشديد وأنا المؤرق جفنه يرنو إلى الأفق البعيد طال اشتياقي للضياء ويقظة البطل الشهيد يا إخوة يا إخوة الهدف العتيد وإخوة الدرب العتيد يا صرخة الإسلام والإسلام مطوي البنود يا ثوره الحق المبين على الضلاله والجحود هيا فقد ان الاوان لمولد الفجر الجديد كان اكثر ما يكون الكلمه تاخذ هذه الصور متى تذكرها هذه القصيده؟ متى قلتها؟ انا الحقيقه اذكرها لانه هنالك من اتاني بهذه القصيده مع تاريخها 1943 يعني من ما يزيد على الستين سنه لانه كنا نتفاعل مع الواقع تفاعل حي قوي ونعبر عما في النفوس هذا التعبير ايضا الحي القوي. عجبت من مؤمن يرضى الهوان وما يرضاه الا الاولى بالله قد كفروا تراه يحتج بالاقدار معتذرا والمؤمن الحق لو يدري, يدري هو القدر يعني كان عندنا هذا الروح وهذه الحماسة تأبى أن تأخذ صورة نثرية فالكلمات تأخذ هذا الشكل الشعري قوم يطلون المسلمون المنتظرون قوم يطلون والدنيا بها ظمأ والدرب ملتبس والليل معتكر أقوالهم سعال أفعالهم غرر أخلاقهم مثل أخبارهم سمر بهم يقوم ما في الأرض من عوج والحق والعدل والاحسان ينتصر ويهتدي كل ويهتدي كل من ضل السبيل بهم والليل والخوف بعد المد ينحسر وترتوي الارض كل الارض من طمأن ويسعد الخلق والاحياء والبشر هكذا وان كان مع الاسف مناسبة من المناسبات الذهب كل ما نظمت من شعر او كتبت حتى من نثر ذهب ولم يبقى الا اقل القليل فهذه الكلمات التي طبعت في مجلدين هي من لا 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 الذاكره ولا علاقه؟ لا ما بالواقع هذا شيء اخر آه. وكانت هذه الكلمات تاتي منوعه على حسب يا الهي لقد سجدت بروحي قبل ان تسجد الجوارح مني ماذا راك الفؤاد لم يصب قلبي بارق في الدنا ولم يصب عيني انت قصدي وانت انت دليلي في, في طريقي وانت يا رب عوني بعد ذلك تقدم بنا العمر او تقدم بنا الشباب ونحن في البلاد وكتب لي او كتب علي كمان في فتره شبابي ان اكون امينا عاما لهيئه المؤتمر الاسلامي سنة 1955 أي سنة اللي ولدت فيها أنا أيوة <تصفيق> <تصفيق> هذا المؤتمر ضم كل كبار علماء الشريعة في بلدنا كل رجال السياسة نواب وزراء سابقين كل الجماعات وانتخبت بالإجماع أمينا عاما لهيئة المؤتمر طبعا هذا جعل الإنسان ما مواجب الكلام بأمور أخرى متعددة. ثم كانت الانتخابات التي أجبرت أعد فأقول أجبرت لم أكن أريد على خوضها. فنجحت ونجحت معي القائمة أنا بمراسعات السابقة. قلت نجحوا ثلاثة بالحقيقة أربعة. هل نجحوا. والسبب في هالخلل كانوا ثلاثة ممن معنا وهنالك رجل رغبت إلي الجمعية الغراء يكون في قائمتي فكان ونجح في هذه القائمة قائمة من أربعة في دمشق مستقلة كان هذا نجاحا كبيرا بعدين كنت رئيس للجبهه الاسلاميه في البرلمان مراقب عام للاخوان المسلمين، ثم بعد كل هذه الاشياء عندما ذهبت هذه الاشياء كنت الحقيقه امثل الكثره الكبرى التيار يعني من التيار الاسلامي والشعبي. حقيقة هنا ظهر نوع آخر من الكلمات ذات آآ آآ طابع آخر تتناسب مع المهمة الجديدة وهذه الكلمات الحقيقة كان عدد كبير هل يحفظونها عن ظهر قلب وكانت معبرة م. عن موقف عقيدي وعن موقف سياسي ويكفي مثلا أن بعض هذه الكلمات كان بعد الانقلاب العسكري البعثي هل استولى بقوة على الحكم وهل عزل رجال السياسة جميعا مم. بعض رجال الدين إلا أنا كان وضعي الأدبي والشعبي لا يعطي إمكانية لا لاعتقالي ولا لعزلي وهنا وقفت أدافع عن الحرية والحياة الدستورية وعن كل المعتقلين الذين اعتقلوا هنا بالحقيقة ظهر عدد من الكلمات ذات طابع متميز خاص كلمات كثيرة شعر أيضا شعر لا 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 هنا هنا <applause> نثر المرة هذا نثر أنا أعتذر والله للمشاهدين خليني يأتذر. أنا أفتح لك الكتاب لا لا معلش معلش م. أحاول طيب و أه معك النظارة؟ ها معي في من سنه 1961 لما بعد انا اخذت في العمل طريق مستقل، مستقل في كل النواحي. من اهم تلك الجوانب اللي امنت فيها على امتداد حياتي استقلال العمل الاسلامي. واستقلال بلادنا عن التبعيه للشرق وللغرب في وقت واحد. استقلال العمل الاسلامي عن كل تبعيه من التبعيات الشرقيه الغربيه و الارتفاع فوق المصالح الشخصيه وبالتالي بالحقيقة هذا جعل في بعض الأحيان نوع من الصدام مع من يؤمنون بتبعيات مع من يتحركون للمصالح الشخصية وكان لي من القوة الشعبية يعني ما يؤثر في المجرى العام للامور. هنا في في 17 اب 1962 من حديث صحفي اقول فيه ردا على مساومات المساومين وعروضهم واغراءاتهم الكثيره اما الوزارات والمناصب فالحاكمون يعلمون كما يعلم الشعب انني لا افكر فيها ولا اقبل بها وانني قد رفضت الاشتراك في هذه الحكومه عند تاليفها اول مره كما رفضت الاشتراك في الحكومه الدستوريه التي سبقتها وان مكاني الذي اخترته لنفسي هو ان اخدم دعوتي وامتي على الصعيد الفكري والشعبي. هي الحكومه اللي جاءت بعد ما انفرط عقد الوحده هي, هي حكومه الدكتور بشير العاصمة الحكومه اللي قبلها هي الحكومه اللي اتت بعد الانتخابات تاخر صدور المراسيم املا في موافقتي فرفضت الاشتراك رغم ضغط رئيس الجمهورية وكان رئيس الوزراء الدكتور الدوليبي ورغم أن بعض الوزراء لأني كنت صاحب قوة شعبية كبيرة بعض الوزراء حتى علقوا مشاركتهم بمشاركتي أما هذه التصريح بعهد الدكتور بشير العظمي <applause> هل دعيت للمشاركة ورفضت لأسباب الحياة هذه الأسباب أنا اعتقادي أنه هذه ابن الدكتور بشير العظمي وهو من رجل دمس وحباب جدا وله مزايا كبيرة ولكنه يعني كانوا يقولون عنه شيوعي غير معلن وكانت الوزارة وزارة اشتراكية وعناصر أقرب للشيوعية فأنا لما دعيت رفضت بالحياة أنا ذكرت ذلك في مراجعات مم. قلت له أنك أنت شيوعي لك عندي جوابين الجواب الأول أن الوزارة تحت قدم الجواب الثاني أنت شيوعي لا تصلح لتأليف الوزارة وبعد ذلك اتصل بي رئيس الجمهورية وعرض علي رجاني باسمه واسم الحكومة والجيش رفضت فعرض علي أني أدخل وأسمي أربع وزراء لا رفضت لأن القضية ليست قضية ولي تصريحات واضحة كل الوضوح في هذا المجال لذلك هذا ياتي في هذا السياق طبعا هذه الاشياء كانت تشد من عزائم الشباب المسلمين والتيار الاسلامي وتستقطب الحقيقه تستقطب احترام الاكثريه الكبرى من أبناء الشعب هذه المقاطع وين كانت مدونة قبل أن تصدر في الكتاب جمعتهم من الصحف بالصحف. الصحف الموجودة بصحف تلك الأيام مثلا هذه 1963 بأيام حكومة خالد العظم هل رفضت المشاركه فيها كنائب رئيس وزراء رفضت رفض قاطع وهذه الوزاره كانت تنطلق من الانفصال بالواقع وتستبيح لنفسها ان تستخدم القوه في قمع من يخالفونها الراي وهنا انا وقفت بالفعل ادافع عن كل مظلوم من مم. المظلومين مما يلتقون معي ومما لا يلتقون معي بالعقيده او الطريق او النهج. ان حريه كل مواطن في سوريا، لانه يعني كانوا بيسالوا انت ايش دخلك؟ مم. هذا يساري ايش دخلك فيه؟ هذا كذا ايش دخلك فيه؟ هذا مختلف معك ان حريه كل مواطن في سوريا هي حريتي وكرامته هي كرامتي وسلامته هي سلامتي وان اختلف معي في الراي او وقف مني موقف الخصم وسادافع عن كل مواطن مستضعف مظلوم وعن حقوقه الاساسيه المشروعه في مواجهه كل حكم غاشم وكل طاغوت ظالم وكل عدوان اثم مهما كان مصدره ولو كلفني ذلك الحياه من مثل هذه الكلمه اشياء كثيره حتى لا اطيل هنا في بعد الانقلاب البعثي وقلت انه رجال السياسة عزلوا وأكثرهم اعتقل ولم يبقى في البلاد صوت يرتفع إلا صوتي في ذلك الحين هل هذول المجلدين ترتيب الوارد فيهم زمني ولا ملوش علاقة النصوص يعني هذا أقدم أقدم سمجد. ولكن مش معنى ذلك هذا ليس فيه قديم وحديث أيوة. ولكن م. هو أحدث م. هذا من خطبة الجمعة وهذه الخطب يذكرها كثيرون لأنه عشرات الألوف في دمشق آه في جامعة. يحضرها في دمشق م. قبل ما أخرج من دمشق ويغلق علي الطريق انني اعلن لكم ولشعبنا كله بغايه الصراحه والوضوح رفضي, رفضي لهذا الانقلاب ولاي حكم ديكتاتوري عسكري او مدني ينشا عنه واستمساكي بالحكم الديمقراطي الدستوري واقول لاصحاب الانقلاب القائم ومن وراءهم ولكل مواطن عاقل شريف ان الذين يسلبون شعوبهم حريتها وارادتها وقرارها يسلبونها روحها وحياتها وكرامتها وقدرتها على التحرر والتقدم وبناء اي مستقبل كريم ويقتلونها ويقتلون حاضرها ومستقبلها وان ادعوا واهمين او كاذبين مخادعين انهم يريدون لها الحياه. هذا في ظرف لم يكن احد يستطيع ان يتكلم امام عشرات الالوف، اعد لك. جميل انني اعلن لكم ولشعبنا كله بغايه الصراحه والوضوح رفضي لهذا الانقلاب ولاي حكم ديكتاتوري عسكري او مدني ينشا عنه واستمساكي بالحكم الديمقراطي الدستوري واقول لاصحاب الانقلاب القائم ومن وراءهم ولكل مواطن عاقل شريف إن الذين يسلبون شعوبهم حريتها وإرادتها وقرارها يسلبونها روحها وحياتها وكرامتها وقدرتها على التحرر والتقدم وبناء أي مستقبل كريم ويقتلونها ويقتلون حاضرها ومستقبلها وإن ادعوا واهمين او كاذبين مخادعين انهم يريدون لها الحياه. كمان خطبه من خطبه ثانيه قبل خروجي من سوريا ان صفحتنا انصع من اي صفحه وان جبهتنا ارفع من اي جبهه تتكلم عن الاخوان هنا؟ اتكلم عن التيار عن الاخوان وعن التيار الاسلامي الشعبي الواسع أنا. الكبير أنا. ان صفحتنا انصع من اي صفحه وان جبهتنا ارفع من اي جبهه وان طريقنا اقوم من كل طريق وانا اتحدى كل انسان كائنا من كان أن يضع ذرة من الغبار لا أقول على جباهنا المرتفعة وإنما على أحذيتنا وأقدامنا طبعا هنالك من هذا النمط يوجد كلمات وبعض هذه الكلمات كان يحفظ من قبل الشباب إلى أن خرجت للحذف وأغلق علي طريق انك خرجت الى الحج ولا ولم ترجع بعدها منعت. منعت. حاولت اكثر من مره حاولت مم. ولكنه لم يسمح لي بالدخول وان كنت اعترف بانني على الحدود عملت واحترام كبير هنا في ايضا مخابره حضرها اخونا الدكتور محمد الهواري كنا في لبنان لما رجعنا من الحج مخابره مع امين الحافظ عندما كان رئيسا لمجلس الرئاسي. طب تسمح لي ناخذ استراحه قصيره ثم نستانف من عند المخابره ما شاء الله. <applause> أستاذ عصام ما هي قصة المخابرة كنت تقصها علي قبل يعني الاستراحة. أنا كنت بالواقع خرجت للحج وجرى بيني وبين الحافظ حديث طويل قبل ما أخرج وصريح جدا لأبعد الحدود. وطلبت إليه جواز سفر فضحك قال الجماعة بيشوفوا خروجك من البلاد خطير لكن بقائك بالبلاد أخطر هذا قبل أن تخرج قرروا أنك يعني القيادة ليس لذا قرروا أنه مم. تأخذ الجواز قلت له عن أجهزتهم كلام قاسي ما ما أعيد قاسي جدا فنادى أمين القصر الجمهوري كان الخباز آخر اسمه الخباز أمين القصر الجمهوري قال له بتروحوا بطلعوا له جواز للأستاذ وتقدموا له يا داخل بيته وفعلا جابوا الموظف المختص واستأنفوا الدوام وجابوا لي الجواز وقدموا لي داخل البيت فهنا الكلام لماذا تمنعونني من الرجوع لما رجعنا من لبنان مم. حقيقه كانت حركه مروان حديد الله يرحمه مروان حديد امه مستقله بذاتها يعني لا بيسمع مني ولا بغيري ولكن كان يحبني حبا عظيما ويحترمني احتراما عظيما، ولذلك الحقيقه انا اعتبرت انه من من وراء كل شيء ونوع من الارهاب طلب اعتقالي، الاذاعات سمعناها، اعتقالي باي نقطه من نقاط الحدود لما اعود ولما عدت بشكل طبيعي حاولت ان ادخل لكن منعت من الدخول بغايه الاحترام وبعد ساعات اكرمت يعني على الحدود والقهوه والشيء وبعدين موظف المسؤول عن الامن قال والله يا استاذ عصاب وجهنا مسود منك بس مجلس الرئاسه قرر لا تدخل بها طب كانوا بدهم يتقلوك والان منعوك يمكن حتى لا احاول الدخول بهال فهنا المخابره كان رئيس مجلس الرئاسه السوري ذلك الوقت امين الحافظ فلماذا تمنعونني من الرجوع الى بلدي وقد خرجت إلى الحج بعلمك وبجواز سفر أنت أمرت بإصداره وتسليمه لي في بيتي إن كنتم تأخذون علي شيئا فلماذا لا تتركونني أدخل ثم تحاسبونني أو تحاكمونني كما تحبون وبأيديكم القوة والسلطة لواء الحافظ أنت بوطنيتك ونزاهتك واستقامتك فوق التهم وأنت تعرف احترامي الكبير لك ولتاريخك المشرف ولكن الرفاق في القيادة والحزب يرون في منعك من الدخول ضرورة للأمن ومصلحة للثورة والحزب عجيب بقينا في لبنان يعني و... وطنيتك وامانتك التي يشهد بها اصبحت خطرا عليهم يعني هلا خلال الفتره اللي كنت بعد الانقلاب قائد الانقلاب الاول لؤي اتاسي هل كان رئيس مجلس الثوره من قبل واستقال امام عدد كبير من الضباط مر بمراجعات يقول انت صاحب اشرف موقف في هذه البلاد انت لما كان عبد الناصر بالسلطة لم تجامله بكلمة وهل لم تسكت عن خطأ أو انحراف ولما سقط حكم عبد الناصر كان موقفك الكريم بالوقوف عن أي شيء وفي كثير من الناس اللي كانوا يعلنون أنهم مع الوحدة وقفوا مع الانفصال أما أنت صاحب المبدا فقد وقفت مع الوحده لما تخلى عنها الناس هذا لؤي فانا بالحقيقه الفتره اللي وجدت فيها كانت فتره خطيره ولكن عملت باحترام وان من بعض اطراف النظام عده محاولات لاغتيالي في إيه 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 تلك الفتره إذن أنا أصبحت برات البلاد وتقلبت بي البلاد وتقلبت الآن نصل لكلمات كمشكش عارض في مثل كلمات الصبا أو الكلمات اللي ترد في خطبة أو في تصريح صحافي وإنما الكلمات كخيار هذا أتى بعد ما مرضت في بروكسل سنة الف و 68 واصابني ما اصابني من الشلل يا, يا رب قد كل جسمي عن مساعدتي وذاك يا رب ما قد, قد كنت اخشاه انا الجريح, الجريح ولكن ما اريق دم أنا, انا الطليح وقد خانته رجلاه الروح في الافق في امال مجنحه والجسم في القيد لم يسعف جناحاه يا من اذا ما دعا المحزون اسعفه يا من اذا ما دعا المضطر لباه أدعوك وحدك في الضراء قد نزلت كما دعوتك في السراء الله يا رب عفوك ان ناديت مبتهلا وأرسل الصدر في نجواك شكواه يا ربي قد خلصت في الحب أنفسنا فما رضيت لنا يا رب نرضاه صبر وشكر وما في القلب غيرهما إن آدت المدن فالمحزون بلواه يا ربي إني في سبيلك مبحر ووهى الشراع تمزق وسقط يا ربي اني في سبيلك مبحر ووهى الشراع ودمدم الاعصار والجسم كل عن الحراك وخانني والبحر حولي مارد جبار عز المعين فلا معين سواك لي فالطف بما تجري به الاقدار إما كتبت, كتبت لي الحياة أو, أو الردى،, الردى فأنا الذي أختار ما تختار، إذا لما بدأ وضعي يتحسن آه لم يكن بإمكاني أني أصبر على العمل الطويل، ويدي لم تكن تساعدني على الكتابة، فأصبح الأسلوب المفضل عندي أنه الفكرة عندما تومض أسجلها بحدود سطر أو سطور العاطفة عندما تفيض بها الصورة أسجلها بسطر أو سطور لكن هذا على الزمن من ذلك الحين نشأ عنه ما ملأ الجزء الأول وما ملأ الجزء الثاني من الكلمات أما كلمات هذه فهي الى حد كبير خلاصه حياتي فيها من قلبي من فكري من شعوري من تج من تجاربي من تطلعاتي للمستقبل رايي بالواقع العربي والاسلام الراهن والواقع العالمي يعني هذه الكلمات لحد ما هي أنا قلبا وفكرا وشعورا ورأيا وموقفا في الحياة يعني بمعنى ما في كلماتي هو موقفي الفعلي في حياتي وأنا بالواقع وقد الآن في الخامسة والثمانين من العمر في الشهور الماضية كان في احتمال انه ما استمر في الحياه وما اتي لهذه الحلقه اقول انه في كلمات هذه ايضا بعض رسالتي للعرب والمسلمين للشباب المسلمين بشكل خاص انا قد لا تعجبني بعض هذه الكلمات بيانا ولكن اهم شيء في هذه الكلمات انها صادقه 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 لابعد يعني الحدود فهذه الكلمات انا انا كما قلت لك انا بقلبي بشعوري بفكري برؤيتي للحاضر والمستقبل بتطلعي لتجاوز هذا الحاضر الان اذا سمحت ممكن اني لأنه ما هي موضوع كتاب له موضوع يقول ولكن كل كلمة قد تصل بالإنسان إلى مجال فلو سمحت لي أنا أقرأ بعض الكلمات هذه نعم طبعا 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 أنا عاوز أسألك بس فيما بعد عن أو أنت عندما كنت متوعكا قبل فترة قصيرة في ألمانيا في عرض برنامج في الجزيرة وسبب لك استياء سأسألك عنه لكن بعد أن مم. تقرأ إن شاء الله ان نرفع كلام المخلوق الى مستوى كلام الخالق في التسليم والتعظيم والطاعه المطلقه شرك نبرا الى الله منه وسخف نربا بانفسنا عن الانحطاط اليه مهما بلغ اصحاب هذا الكلام في انفسنا واستاهلوا عندنا من المحبة والثقة والتقدير الآن قال فلان كأنه وحي منزل من السماء حقيقة يجب أن نحرر أنفسنا وشبابنا من هذه التبعية كلام محترم أسمعه أزينه بفكري أقبل منه وأرفض فهي مشكلة قائمة أن نرفع كلام المخلوق إلى مستوى كلام الخالق في التسليم والتعظيم والطاعة المطلقة شرك نبرأ الى الله منه وسخف نربأ بانفسنا عن الانحطاط اليه مهما بلغ اصحاب هذا الكلام في انفسنا واستاهلوا عندنا من المحبة والثقة والتقدير اننا مرحلة من مراحل الطريق ولسنا نهاية الطريق وجسر للمستقبل فلا بد من تجاوزنا للوصول إلى المستقبل أما الذين يقفون عندما صنعناه وكتبناه فلن يقتربوا من الغاية المرجوة فلن يقتربوا من الغاية المرجوة ولن يحققوا للاسلام والمسلمين والانسان ما يؤمل فيهم وينتظر منهم من الخير لا يصل الانسان الى الكمال ولكن يقترب بسعيه وهدايه الله منه ففيه دائما مهما حاول نقص ولا تكون له العصمه فعنده دائما مهما حاول خطا ولا بد أن يظهر أثر نقصه وخطئه فيما يقول أو يعمل انظروا إلى أقوالنا وأعمالنا بعين واعية ناقدة فتدارك النقص وصحح الخطأ فذلك حق لله وللناس وضرورة للسلامة والتقدم وهو أفضل هدية وأكرم يد تسدونها الينا في الحياه وبعد الممات قل الحق بشجاعه يستجب لك اهل الحق عندما يتبينون فيك الصدق والاخلاص اما اهل الباطل فالافضل لك ان يبتعدوا عنك ما اضيع كلماتنا اذا لم تجد الاذن التي تعي والقلب الذي يعقل والاراده التي تحول الاقتناع والشعور الى عمل. قد يكون، هي كل كلمه قد يكون المؤمن وحيدا، ويكون ضعيفا، ويكون في يديه وقدميه الاغلال والاقياد، وعلى عنقه سيف الجلاد، ولكنه مع ذلك كله. لا يفقد شعوره بانه اقوى من الطاغوت ولا تصميمه على متابعه طريقه الى الجنه او النصر نحن لا نقارع الباطل بسيف الباطل ولكن بسيف الحق ولا نحارب باطلا من اجل باطل اخر ولكن من اجل الحق فالحق عندنا هو الوسيله وهو الغايه وهذا ما يميزنا عن كثير ممن يخوضون المعارك ويحملون السلاح نحن لا نكفر بالطاغوت في مكان ونؤمن به في مكان ولا نحاربه في بلد ونكون جنده في بلد ولكننا نكفر بالطاغوت ونحاربه حيثما كان ونقف مع الحق في كل مكان وزمان هيهات هيهات ان مخاصمتي لطاغوت لا يمكن ان تضعني في خدمه طاغوت اخر مهما كانت الظروف لقد حاربنا الدكتاتوريه في الماضي وسنحاربها في الحاضر والمستقبل ولن نتنازل عن حريتنا وكرامتنا وحقنا لاحد مهما كان اسمه او وصفه وليس عندنا فرق ان كانت اليد المتحكمه ناعمه او خشنه وقيود الحرير لا تقل في نظرنا خطوره عن قيود الحديد لا تنشغلوا كثيرا ايها المسلمون بمقارنه كل منكم نفسه في هذا الواقع المتخلف العاجز بمن هو اكثر منه تخلفا وعجزا فليس يفيدنا في شيء ان نكون عمالقه في مواجهه بعضنا بعضا اقزاما في مواجهه العالم والعصر ما اشجع الدليل الذي يترك قياده القافله لسواه ان فقد القدره على القياده او كان على القافله ان تقطع ارضا جديده يجهلها وقد علمها سواه او خبرها اكثر منه ان جريمه الجهل والعجز لا تقل خطوره عن جريمة الخيانة والهوى عندما تمسك بيدك دفة السفينة فتقود الناس بعلمك او بجهلك وبقدرتك او بعجزك الى نجاة او هلاك. هذه الكلمات جاءت في اوقات مختلفة في اوقات مختلفة طبعا في اوقات مختلفة. كانت الخاطرة عندما الوحدة الأصلية هي الكلمة لأنه أنا قاعد قد تخطر لي كلمات بمتعددة المجالات، م. فأنا لم أتحرى الكلمات لأني تركت نفسي على حريتها، فلم أتحرى والله إذا كلمة في موضوع تكون بقية الكلمات. م. انني لا استطيع ان اقف باردا كالثلج، ساكنا كالموت، اتفرج على ماسي امتي وبلادي وانحدارها وانحدارها الاليم الرهيب السريع الى الضياع والهلاك دون اي تاثر او انفعال او حراك. يجب ان تكون عاطفتك عميقه كالبحر. متدفقه كالسيل متفجره كالبركان ثم يضبطها ويوجهها العقل ماذا يضبط عقلك يا ترى اذا كنت خامد العاطفه والحس وماذا يوجه منك وانت اثقل من صخره عاتيه واشد منها سكونا والتصاقا بالارض بعض الناس يرون في تطلعنا الى دور عظيم للمسلمين اكثر من مهزله، اكثر من مهزله وابعد من حلم واكذب من وهم، لقد فارقت حياتهم المطالب الكبيره والامال العظيمه حتى في الاحلام فلم يعد في واقعهم ولا في احلامهم الا الصغار. والاستسلام إلى الصغار ولم يعيدوا ولم يعودوا يعيشون في واقعهم وفي أحلامهم إلا في الرغام صحيح. أحلم يا أخي والله أنا أهتز لبعض لأن بعض هذه الكلمات تصورني من أعماق الأعماق أحلم بالمسلم العظيم الذي يقول في مواجهة مغريات الدنيا ومخاطرها وشدائدها ما قاله رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما ترك انظر هذه اذا اردت ان تبصر مستقبل العالم العربي والاسلامي فانظر في اعماق نفسك فان من المستحيل ان تكون حقيرا ويكون مستقبل امتك بك عظيما او ان تكون عظيما ويكون مستقبل امتك بك حقيرا يعني نرى مستقبل امتنا فيما نحن فيه من حال اذا اردت ان تبصر مستقبل العالم العربي والاسلامي فانظر في اعماق نفسك فان من المستحيل ان تكون حقيرا ويكون مستقبل امتك بك عظيما او ان تكون عظيما ويكون مستقبل امتك بك حقيرا. يجب ان تدب الحياه والحركه. في كل خليه من خلايا جسد امتنا العربيه والاسلاميه وان تنشط وتتفاعل وتتكامل كل استعداداتنا وطاقاتنا وجهودنا الفرديه والجماعيه على كل صعيد والا فاتنا الهدف وسبقنا الزمن وسحقتنا اقدام هذا العالم المسرع المتدافع الظالم المجنون يجب ان نصم اذاننا احيانا عن سماع نصائح المهزومين الخائرين المستسلمين لنسمع صوت الحق والواجب والضمير والا نصغي لحكم الحاضر اليائس الخانع الحقير لنسمع صوت الامل والمستقبل بل صوت الازل والابد والحق الخالد الذي يعلو على كل زمان ومكان وبذلك ينشا فينا الابطال الخالدون القادرون على مصابره كل النكبات ومواجهه كل التحديات ومغالبه كل العقبات والانتصار على الطاغوت والطغيان وتلبيه مختلف حاجاتنا وحاجات الانسانيه والانسان. اسمح لي الان نضطر نتوقف انتهى وقت هذه المراجعه لكن سنتم الحديث في مراجعه قادمه وفي المراجعه القادمه اريد ان اعود الى هذه الفكره فكره الاستماع الى الذين ينهزمون. وهذه الأيام نسمعهم يتكلمون كثيرا عن الواقعية وعن البراغماتية وأن مقابل ذلك نتخلى عن أحلامنا ومبادئنا وطموحاتنا، لكن في المراجعة القادمة إن شاء الله.